أولى صفحات الذكريات يقلبها الإماراتي عمر بن عبد الرحمن العامودي المعروف بعموري نجم العين ومنتخب الإمارات، وهو يحط رحاله في الرياض لمواجهة الهلال تعود به الأيام إلى بداياته الكروية مع الفريق الأزرق. آنذاك سعت إدارة الهلال منحه الجنسية السعودية بدلا عن اليمنية، رفض عموري لأنه يريد أن تمنح عائلته معه ذات الجنسية. بعدها وجدت موهبة ابن العامودي وعائلته الدعوة من العين الإماراتي ومعها جنسية إماراتية. لقاء الثلاثاء يجدد للنجم الشاب صورا جمعته مع نجوم الهلال الحاليين بمقدمتهم صديق نواف العابد. ثاني الصفحات كتبت في أولى سطورها علاقة بين الروماني أولاريو كوزمين وفريقه الهلال، انقطعت بعد 3 سنوات وتتوجت بـ3 بطولات، بطولتا كأس ولي العهد وبطولة الدوري. الروماني واجه فريقه السابق 3 مرات، مع السد القطري خسر 1 وتعادل في الأخرى، ومع فريقه الحالي العين فاز بـ3 فبراير الماضي في القطارة. الروماني الآخر ميريل رادوي كان هلاليا لموسمين قبل أن يتركهم هو الآخر لأسباب عائلية كما أشاع وروجت الأنباء، وأصبح عيناويا يسير في موسمه الثاني، يجدد زمنا جميلا عاش فيه مع أزرق الرياض، تكلل بـ5 بطولات محلية. قائد الهلال الحالي لم ينسى فترة قضاها مع البنفسجي الإماراتي. ياسر القحطاني غادر يبحث عن نفسه ويجدد أيام 2007. في موسمه مع الفريق العيناوي حصد بطولة الدوري قبل أن يعيده فريقه الأصلي ويحمل شارة قيادته مجددا. بين هلال السعودية وعين الإمارات متقاطعات كثر، لقبهما الزعيم في بلديهما واستحقاه لأنهما أكثر الفريقين حصدا للألقاب في السعودية والإمارات، ويتشابهان لأنهما قطفا لقبا هذا الموسم. الهلال حصد كأس ولي العهد والعين فرح بلقب الدوري. عبد الله الدرويش، العربية.